السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. وصفتنا لليوم هي وصفة للتخلص من البواسير، وصفة رائعة جدا ستخلصكم من البواسير في وقت قصير جدا. سنستعمل فيها اللفت والثوم. نأخذ حبة اللفت ونقوم بتقشيرها من الخضروات الرائعة جدا التي تحتوي على كمية هائلة من الفيتامينات والمعادن، كما أنه رائع جدا لتحسين الدورة الدموية. إذا بعد أن نقوم بتقشير حبة اللفت نقوم بتقطيعها لحصص صغيرة ونضعها في كسرولة. إذن سأستمر هكذا حتى أقطعها بالكامل. ثم سنأخذ فصوص الثوم هي الأخرى ونقوم بنزع قشرها أيضا. حاول الحصول على فصوص ثوم تكون طرية أفضل من هذه الحبة سأقوم بتغييرها طبعا. إذن ها هي الفصوص، سأقوم بتقطيعها هي الأخرى وأضيفها إلى اللفت المقطع. ثم سأضيف الماء للمكونين معا، ثم أضع هذه المكونات لتطهى جيدا. يجب أن يستوي اللفت وحتى الثوم ويصير طري. إذن ها هي يعني المكونات التي قمنا بطبخها. كما تلاحظون تركتها حتى يعني جف الماء تقريبا يعني بالكامل. إن بقي القليل قوموا بتصفيته واحصلوا فقط على اللفت والثوم. يجب أن يطهى جيدا، لاحظوا كيف أصبح رطب جدا. سنقوم بوضعها في إناء. وباستعمال شوكة سأقوم بهرسها جيدا حتى نحصل على ما يشبه مهروس البطاطا، يعني يجب أن يكون الخليط ناعم جدا جدا، لذلك قوموا بطهيها جيدا. كما يمكنكم أيضا طهيها على البخار إن شئتم. سأستمر هكذا حتى أهرسها جيدا. إذن ها هي، لاحظوا كيف أصبحت
يعني ناعمة وطرية جدا جدا. بعد أن قمت بهرسها سأقوم الآن بإضافة زيت الزيتون، سأضيف مقدار ملعقة كبيرة للكل ونخلط جيدا حتى يتجانس الزيت مع مهروس اللفت والثوم المطبوخ. يمكنكم الاحتفاظ بهذه الخلطة في وعاء زجاجي والاحتفاظ بها في الثلاجة. بالنسبة لطريقة استعمال هذه الوصفة، تأخذون القليل من الخلطة، يمكنكم عمله في قطنة أو شاش أو ضمادة إن شئتم لتثبيتها على مكان البواسير، يعني حتى لا تصبح الخلطة مزعجة. يفضل أيضا عملها ليلا حتى نأخذ نتيجة أو نحصل على نتيجة مرضية جدا جدا، لأنه في الليل يعني تقل الحركة والخلطة ستبقى ثابتة على عكس النهار. يعني لكم الاختيار، إن شئتم عملها مرتين في اليوم سيكون أفضل، إن لم تستطيعوا يمكنكم عملها مرة واحدة يعني في اليوم يعني ليلا. استمروا على الخلطة لمدة 15 يوما، ستلاحظون الفرق بأنفسكم من الاستعمالات الأولى، ستخف البواسير، سيخف الاحتقان والانتفاخ. لكن قبل عمل الوصفة يجب تنظيف المكان وطبعا بالماء، وبعدها تقومون بتجفيفه وتضعون هذه الخلطة، طبعا مع تفادي مسببات البواسير كما تعرفون كالأغذية الحارة والتي تحتوي على الفلفل الحار تسبب تهيج في المكان. أيضا تناولوا الألياف الغذائية فهي رائعة جدا، وشربوا كميات وفيرة من الماء يعني، وقوموا بتمارين رياضية أو تحركوا كثيرا خلال اليوم، ذلك سيساعد يعني في تحسين الدورة الدموية في الجسم. كما ذكرت احتفظوا بالخلطة في الثلاجة، يمكنكم يعني عند أو قبل عمل الخلطة على مكان البواسير تدفئتها قليلا جدا جدا، يمكنكم تدفئتها في حمام مريم، يعني تأخذون القليل من الماء في كسرولة وتضعون القليل من الخلطة في وعاء زجاجي وتقومون بتدفئته لوضعه على المكان، هذا سيساعد كثيرا جدا في التخلص من احتقان وتورم البواسير. إذا كانت هذه هي وصفة اليوم، أتمنى أن أكون قد أفدتكم بها. لايك للفيديو وشير لمشاركته مع خيركم. شكرا على المشاهدة، وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.